طابت أوقاتكم مشاهدينا مشاهدي قناة النهار عراق الفضائية، وأهلا وسهلا بكم. وهاي الحكاية اللي طق بطق. اليوم أبناء العراق الغيارة من القوات المسلحة والقوات الأمنية ومقاتلي الحشد الشعبي الأبطال يسطرون أروع الملاحم ويقومون بتحرير الأرض ويقومون بدحر الإرهاب وقهر عصابات داعش الإرهابية. هذا اليوم نشوف أبطال العراق رجال العراق في جيش العراق الواسع وفي صفوف مقاتلي قوات وزارة الداخلية، وأيضا المقاومة الشريفة من أبناء الحشد الشعبي. اليوم نشوفهم شلون يحررون الأرض، شلون يدحرون الإرهاب، وهذا يدل على شيء، فيدل على أن العراقيين مصممين على استرجاع كل أراضي العراق، مصممين على الوحدة الوطنية، على اللحمة العراقية، مصممين على أن يدحرون الإرهاب ويطردون هاي العصابات ويعودون يعيشون بسلام وهناء. أخواني الأبطال في جبهات القتال كافة، أوصيكم بالدفاع والقتال، قتال هؤلاء العصابات الإرهابية والدفاع عن الأراضي العراقية. أوصيكم بالأراضي المحررة، أوصيكم بأبناء جلدتنا العراقيين اللي موجودين هناك قهرا وتعسفا. احنا نعرف بيكم الغيرة والحمية، ونعرفكم ناس كلكم نخوة وشرف. بالتأكيد الغاية من عندها هي طرد الإرهابيين، طرد هاي العصابات المجرمة. واحنا وياكم ونقول لكم بارك الله بيكم، ومن نصر إلى نصر يا أبطال. بالوقت اللي نشوف انه قواتنا المسلحة البطلة والقوات الأمنية ومقاتلي الحشد الشعبي الأبطال يخوضون معركة شرسة مع الإرهاب، مع عصابات داعش، مع المجرمين بحق الشعب العراقي وبحق الإنسانية. نشوف بهذا الوقت لما عندنا أبطال شايلين أرواحهم بجفوف الموت وده يضحون دماءهم بأرواحهم من أجل الوطن، نشوف أكو قسم من الناس خصوصا الدماء وضوء في مجلس محافظة النجف، أكو عضوة في مجلس محافظة النجف تقوم بعملية سرقة وابتزاز، طبعا بمساعدة مسؤولين متنفذين بالمحافظة. هاي المرأة اكو قضايا عديدة عليها سابقا مرفوعة بالنزرة، مع هذا وذاك شال هاي القضايا واحد من قرايبه سايق مالها، مدعي انه هو اللي
تسوي هاي الشغلات. نشوفها بدأت بعملية بيع وشراء واستثمار مشاريع لمصلحتها الشخصية باسم زوجها. عندي كثير من الوثائق وكثير من الدلائل وكثير من المؤشرات على هذه المرأة، وأيضا على الأشخاص المتنفذين اللي يساعدون هاي المرأة، وكثير من الرشاوي اللي تقوم هاي المرأة باستلامها وتسليمها. راح أكشف لكم بالحلقات القادمة شنو حجم الفساد اللي صاير، شنو حجم المشاريع اللي ماخذتها استفادة لمصلحتها الشخصية. اخوان، المسؤول من يصبح مسؤول يصبح شخصية عامة، ما من حقه يتاجر او يشارك او ياخذ مشاريع باسمه او باسم احد من ذويه. هذا يعني المفروض هاي من اخلاقيات العمل السياسي والعمل الوظيفي. ما اعرف ليش احنا هنا المسؤول عندنا هو اللي يحظى بكل المقاولات ويحظى بكل العمولات ويحظى بكل المشاريع اللي تخص دائرته، وكأنما هاي مو دائرة من دوائر الدولة، كأنما هاي دائرة مالته ورث. اخوان، هاي ما يصير، هاي عيب. واذا كانوا هاي الفترة سووها هواي فخلي نقولهم يزعت، كافي هذا البوق والحرمنة. اشتغلوا الان عندنا رجال دي يقاتلون على مود يرجعون الارض، على مود يطردون العصابات الارهابية، وانتو قاعد تنخرون بجسدهم. الفساد وجه من وجوه الارهاب. اخواني، يزي كافي، لخدتوه واي، كافي عاد. سيد المسؤول لما يكون يمه الاعلاميين او اي جهه اعلاميه، تشوفه من يحكي ويا المواطن يقول للمواطن عندي القضيه الفلانيه، هيك وهيك الشغله بدا، يقول له اي بسيطه قدام العالم، اي سهله، انت تزيد التاف على الاقرب واحد من جماعته، هذول السائق ماله، السكرتير ماله، الحمايه مالته، انطي الموضوع المواضيع اللي تريدها والشغله مشكلتك انطيها لفلان وخذ تليفونه وهو سيقوم لك بالواجب. انت تكيف كمواطن قدام الاعلام وطلعت وشفت انه السيد المسؤول قال لك بعد ما يقدر يتراجع، والحقيقه هاي لعبه يستعملها المسؤولي هذا اليوم. مسؤولي هذا اليوم يستعملون هاي اللعبه لانه هذا حياخذ تليفون الحمايه او السكرتيره، ولا هذا هو الكي مال المسؤول. اذا انطيته فلوس ومشيت الرشوه مالته تمشي شغلتك، واذا ما انطيت فلوس وما تفاهمت وياه تشوفه، اذا دقيت عليه مره جاوبك منه انت قلت له عني فلان شادي، بعد كنسلك ما يجاوبك نهائيا. اخوان، يعني هذا مو تصرف مال مسؤول. احنا كعراقيين تعلمنا انه المسؤول يحمل أخلاقية الفارس، أخلاقية الرجل الشجاع، الرجل صاحب القرار، الرجل اللي من يقول احجاية ما يتراجع عنها. احنا مسؤولين اليوم يحجون الحجاية ورا 10 دقائق كلها بتراجع عنها، وهذا عيب. هاي عيب، هاي مو أخلاقية مسؤول. المسؤول لازم يتحلى بأخلاقيات الفارس. لما يجي ويقول أنا ححل المشكلة الفلانية للشخص الفلاني، يعني لازم يحلها، يعني مفروض أنه هذا الموضوع منتهي، ومفروض أنه ما يكون كاذب.
خصوصا، مو خصوصا قدام الاعلام، خصوصا من المواطن هذا صاحب حق، خصوصا ان المواطن هذا صاحب حق بقضيته. ليش تباوع عليه وتقشمره؟ قشمره وحط السكرتير هذا اعطيها لفلان امك الحمايل، خذ تليفونه وتفاهم وياه. هو تفاهم وياه طبعا انتم باللغه انه استفاء يعني خليط يدفع فلوس. انا شفتها انا، ولا ليش بسوي هي؟ وليش تموعون مقابله المواطن؟ هو قوه يلا وصلك، هو قوه يلا شاف المسؤول، هو قوه يلا شاف الوزير الفلاني، هو قوه يلا وصل يم فلان. ولما يوصل يمه انت تسمع من عنده انه حينفذ لك الشغله، تستبشر خير وترجع تقول يا با والله خوش عني، وراها تشوف قضيتك متسوفه وما تصير، وما تصير حتى وانت صاحب حق ما تصير. ليش؟ ليش يا اخي يا مسؤول؟ ليش؟ ليش؟ مو هاي عيب، هاي مو اخلاقيه الرجال. اخي تقدر تقول له انت قضيتك واحد تسمع من عنده خمس دقائق يفهمك قضيته، ويكون يمك شخص المطلع او تدز على الشخص المطلع تقول له واحد راجع فلان وهو يشوف القضيه عشان يعالجك اياها. اذا بي مس قانوني بقضيته تقدر تحيلها بغمك الدائره اللي تخص الدائره القانونيه. شو اذا بي شغله متعلقه بالاداريات تحيلها على الاداريات مالتك، بس لا تشذب عليه وانطيها لفلان وبسيطه وتتدلل وسهله واعتبرها صارت. هاي عيب عيب عيب، ويزي يزي كافي كافي. هاي مو اخلاقيه مسؤول، هذا المسؤول اخلاقيا المفروض يتحلى باخلاقيه الرجال، وهاي مو اخلاقيه رجال. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والتقيكم ان شاء الله بحكايه الاخرى وهم طقت.